وبعد ما رجعنا من الفاصل نكمل مع بعض الخضار الجريل اللي خلص معانا على النار. هنبدأ نسوي الكبدة عندنا اهي في زيت على الجريلة زي ما احنا شايفين، وهبدأ اسوي الكبدة بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض. زي ما قلنا الكبدة دي كبدة بتيلو، خفيفة جدا وجميلة جدا وغالية جدا وغنية طبعا بالحديد والعناصر الغذائية. تمام كده، احنا حطينا الكبدة على النار وهنتابعها في التقليب، وهنقطع كام طماطمية كده جرنش برضو. تمام كده، دول كده انا مش عايزهم، ونقلب الكبده تقليبه. الكبده البتلو ما بتاخدش سوى جامد، وطبعا المارينيشن اللي اتحط فيها يا جماعه الليمون والثوم والاعشاب والملح والفلفل والبهارات هيسويها بسرعه زي ما احنا شايفين. هدي بس سنة زيت وبرضو الطماطم اخدها على الجريلا كده. تمام كده، احنا شايفين اهي كل حاجة قدامنا، شكل جميل وتست ان شاء الله هيعجبكم قوي. ونقلب الطماطم كده، نعايزها ماسكة نفسها شوية، يدوبك لسعة كده بسيطة. تمام كده، ده سنة فلفل وملح وهبدأ أشيل الطماطم، يدوبك لسعة بسيطة كده. وهدي الكبده تقليبه، ده من التتبيله يا جماعه مش محروقه ولا حاجه، ده من التتبيله بتاعتها كل ده اللي ماسك فيها، وهي خلاص قربت تستوي. تمام كده، هنجهز الطبق اللي هنغرف فيه. ونبدأ نرسم الطبق بتاعنا. وهي الكبدة كده خلاص. دقيقة ونرفعها. عايز ادوق بس قطعة صغيرة كده. جميلة بس عايزة كمان تكة صغيرة. اللي هياكل الكبدة دي هيدعي لي. كده
خلاص تمام كده. هنبدأ نجيب الطبق اللي هنغرف فيه. هاخده واحدة واحدة كده بقى. زي ما احنا شايفين. تمام كده. رصة حلوة كده تفتح النفس وشكل جميل. تمام كده. وهدي فلفل. وطماطم زي ما احنا شايفين. تمام كده. هرجع تاني. باذنجان، كوسة، جزر، وهاخد البصل. فاضل البصل اهو زي ما احنا شايفين. هكمل الباذنجان. تمام كده. انا برص طبق شكله هيعجبكم وانا مركز فيه. معلش وادي انتوا شايفيننا مش عارف اركز معاكم وابص لكم عشان اعمل لكم حاجه واو، حاجه جميله، حاجه فيها شويه مجهود بس هتقولوا عليها حاجه ممتازه وكويسه. زي ما احنا شايفين اهي. بعد كده انا رصيت اهو الخضار اللي عندي. هبدا ارص الكبده وانتوا شايفين الريحه والطعم والشكل هيعجبكم جدا. والدخان اللي انتوا شايفينه في الاستوديو. دي حاجه بلدي طعم هيعجبكم قوي. زي ما احنا شايفين انا بوسع لنفسي مع الرصة عشان تمشي متناسقة مع الطبق. تمام كده. ها دي ليه انا بقى. طعمها خرافة. وهنكمل بقية الطبق مع بعض. هنعمل فيه ايه ده؟ خلاص كده عندي شبت وجرجير هنشوف هنعملهم بشكل كويس. زي ما احنا شايفين. وعندي جرجير مع الكبدة هفرمه واحطه معهم في الطبق. زي ما احنا شايفين. دول كده هيتحطوا
بالمنظر ده. شكل جميل، ودول كده على الوش. انا مش عايز تاني، كفايه كده عشان منظر الطبق. اديله بس ليمون. يبقى احنا شفنا طبق كبده خفيف وبتلو وجميل جدا، وخضار زي ما احنا شفناه بالطريقه اللي احنا عملناه. وادي ليمون. كده بتيالي مش عايز حاجة تاني. هنقول المقادير مع بعض واحدة واحدة. المقادير: احنا جبنا الكبدة وتبيناها بالملح والفلفل والليمون والثوم، وبعد كده تبينا الخضار على الجريل ورصناه بالشكل الجميل ده، ويا رب يعجبكم. وكل سنة وانتم طيبين، وألف شكر ليكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.